بطلة حلقتنا النهاردة هي الفنانة مريم فخر الدين. ليه شعراوي أجاز لها الصلاة بدون وضوء؟ وكمان ليه قالوا عليها مزوجة الديانة؟ وهنعرف عدد زيجاتها وهنعرف تفاصيل كتير جدا عن حياتها الشخصية. بس قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو، لاني بلاقي كتير مشاهدات لكن بتنسوا تدعمونا بلايك للفيديو. الفنانة مريم فخر الدين هي حسناء الشاشة، وكمان كان جمالها هادي جدا اللي خلاها تتألق وتظهر في السينما المصرية، ولقبوها بالعديد من الألقاب زي حمامة الوديعة وملاك السينما الطاهر، ودخلت عالم الفن والتمثيل في زمن كان بيقدر قيمة الجمال والرئة. والفنانة مريم فخر الدين هي من مواليد 8 يناير 1933، الأب مصري مهندس الري والأم مجرية واسمها باولا، وتعرف عليها أثناء أحد سفرياته الخارجية، وقال كانت بتصف نفسها وبتقول إنها الفلاحة الخواجية. والفنانة مريم فخر الدين ليها أخ شقيق وهو الفنان يوسف فخر الدين، وعاشت مريم فترة طويلة في حياتها مزدوجة الديانة، لأن نشأت في وسط عائلة الأب مسلم ومحافظ جدا، الأم كانت متدينة جدا، لكنها عاشت سويا مع تمسك كل منهم بديانته. ولما بلغت 12 سنة والدها قرر عدم خروجها من البيت واكتفائها بس بذهابها للمدرسة. وفي أحد تصريحات مريم فخر الدين قالت الممنوع في بيتهم زي إنها ترد على التليفون، وفي مرة ما كانش حد موجود وكانت هي اللي في البيت والتليفون رن، اتصل والدها وهي اللي ردت، ولما عرف إن هي ردت على التليفون جه شال التليفون كله. وحكت مريم فخر الدين خلال تصريح ليها إن كانت والدتها صارمة جدا وكانت شديدة، وقالت إن كانت بتلقبها بوزير الداخلية لأن والدتها ما كانتش بتديها مصروف زي بقية زمايلها في المدرسة، ولما طلبت مريم فخر الدين مصروف قالت لها لازم تعملي حاجة علشان تاخدي قصادها مصروف. ولما شافت مريم فخر الدين إن هي لازم تقوم بأي عمل في المنزل علشان تاخد قصاده فلوس، فبقت تكوي الهدوم وتاخد فلوس، وكمان بتعمل حاجات كتير جدا خلتها إن هي تعتمد على نفسها وما تستناش إن حد يعمل لها حاجة، وقامت بأعمال المنزل بنفسها رغم وجود من يساعدها فيه. ودرست في مدرسة ألماني وحصلت على شهادة تعادل البكالوريا، وكانت بتتحدث 5 لغات، العربية والإنجليزية وكمان الألمانية والفرنسية والمجرية. ودخلت مجال الفن بالصدفة وهي عندها 17 سنة، وبعد أن ذهبت لالتقاط صورة فوتوغرافية في عيد ميلادها عرض عليها المصور الاشتراك معاه في مسابقة اللي كانت منظماها مجلة فرنسية، وفازت فعلا مريم فخر الدين بأجمل وجه، وده خلى تعاقد معاها المصور عبد نصر والمخرج أحمد بدرخان على المشاركة في أول فيلم ليها، وهو فيلم ليلة غرام، واللي اتقاضت عن الفيلم ده أجر 1000 جنيه. وقالت مريم فخر الدين على الممنوع اللي والدها كان عامله في البيت والحاجات والشروط اللي كان قايلها علشان تقدر تعيش في البيت وكمان تشتغل في الفن، ورفض والدها فكرة انها تنفق من مالها الخاص طول ما هي موجودة في بيته. وبعد عملها في مجال الفن وكانت بتحصل على العديد من الأموال والفلوس الكتير، لكن كانت بتحطها في البنك، وطول ما هي موجودة في بيت والدها كانت بتكنس وتكوي وتاخد فلوس عشان تعرف تعيش، لكن فلوسها التانية كانت موجودة في البنك لحد ما اتجوزت. وتزوجت الفنانة مريم فخر الدين وهي عندها 18 سنة من المخرج محمود ذوالفقار، وكان بيكبرها ب 23 سنة، وكان بيعاملها بشدة وبقسوة وكمان بعنف، وكان بيضربها وبياخد منها كل أجرها وبيديها جزء صغير جدا، فاضطرت إن هي تخفي نص أجرها وكل ما بتتقاضاه وبتخبي النص التاني في الشرابات. وبدأت في يوم كان مسافر فيه وجدت إن البنك وصل مبلغها في البنك 17,000 جنيه، فأجرت شقة وأسستها وطلبت منه الطلاق بعد 8 سنين، وكمان أنجبت منه ابنتها الوحيدة إيمان، وكانت مرتبطة بشادية ارتباط كلي وصديقة عمرها حتى وفاتها،
على العكس من فاتن حمامة اللي كانت علاقتهم متوترة جدا، وقالت إنها إزاي تلقبوها بسيدة الشاشة العربية ما كلنا سيدات. وبعد مرور 3 شهور من طلاقها تزوجت من الدكتور محمد الطويل واعتزلت الفن لفترة، وده كان تنفيذ لرغبته، وأنجبت منه ابنها أحمد، لكنها انفصلت كمان عنه مرة تانية بعد 4 سنوات من الزواج. أما الزيجة الثالثة للفنانة مريم فخر الدين فكانت من المطرب السوري فهد بلان، وعاشت معاه في لبنان وشاركته بعض الأعمال الفنية، وكان أكثر زوج عاملها معاملة كويسة، لكنها طلبت مرة أخرى الطلاق لأن أبنائها لم يتقبلوا فكرة زواجها. وآخر زوجتها كان من رجل الأعمال شريف الفضالي اللي كان بيصغرها ب10 سنين، لكن كالعادة كانت النهاية بالطلاق. ورغم 4 زوجات قالت مريم فخر الدين إنها ما لبستش فستان الزفاف الأبيض ولو لمرة واحدة فقط. وشاركت مريم فخر الدين في أكتر من 200 فيلم سينمائي، وهو رقم قياسي، وكان ليها تصريحات جريئة جدا أغضبت الكثيرينها، زي هجمة الكثير من الفنانين زي الفنانة فاتن حمامة وعادل إمام ويوسف شاهين وغيرهم. وظلت مريم لا ديانة لها بسبب تشتتها بين ديانة والدها وديانة والدتها، لكن قربها من الفنانة شادية جعلتها تبحث عن طريقة للصلاة والوضوء، وبدأت في تعلم سورة الفاتحة وقصار السور في سن كبير. وقالت الفنانة مريم فخر الدين إنها نظرا لإزدواجية الديانة فعاشت طول عمرها لا تعرف طريقة للصلاة ولم تصلي يوما، حتى جاء يوم وألحت عليها رغبة شديدة في إنها تصلي، والأمر ده جعلها تستعين بالفنانة شادية حتى تعلمها، فأرسلت ليها كتيب المسلم الصغير فلم تفهم منه شيء. وفي الوقت ده اتفاجأت مريم فخر الدين بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بيتصل بيها ليساعدها، وعندما أخبرته إنها لا تستطيع حفظ التشهد أباح لها قراءة الفاتحة ثم التسليم، وأباح لها كمان الشيخ محمد متولي الشعراوي إنها تستحم قبل كل فرض لعدم إدراكها فكرة الوضوء، حتى تمكنت من تعلم الوضوء وحفظت التشهد بعد أن روت لها أحد صديقاتها قصة الإسراء والمعراج. وتوفيت مريم فخر الدين يوم 3 نوفمبر عام 2014 عن عمر يناهز 81 عاما. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كانت بطلتها الفنانة مريم فخر الدين، ونرجو من حضراتكم ما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو زي ما احنا ما قلنا، واشتراك كمان في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا، جزاكم الله عنا كل خير. وما تنسوش كمان تكتبولي تحت الفيديو في الكومنتات مين الفنان أو الفنانة اللي تحبوا نتكلم عنه وعن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الفيديو اللي جاي.